ازيكم حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده هنعمل مع بعضينا جيسو الاساس في عمل الديكوباش، وهنستخدمه كمان في تنفيذ شغل النهارده على الخشب والفخار. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه انا جبت بودره اطفال، خدت منها معلقتين اتنين، دي معلقه عندي بلاستيك بعير بيها عادي، باخد منها معلقتين اتنين وبحط نفس المقدار اللي انا باخده من البودرة. غيرة ابيض عادي برضو بحط عليها نفس المقدار، وبعد كده ببدأ اقلبهم مع بعضيهم. احط معلقة واحدة لون ابيض اكليريك، اهم حاجة ان البودرة تبقى بيضة يا جماعة، ما تبقاش صفرة، لان في الوان من البودرة الكلام دوت بيتغير لون الشغل. تمام، زي ما انتم شايفين كده هبدأ اقلب بقى كل المكونات دي مع بعضيها كويس لغاية ما تختلط كويس مع بعضيها. المهم ان انا اتأكد ان البودرة دابت تماما في الجرة ومفيش تكتلات. بعد كده بحط معلقة من اللون الاكريليك الابيض وارجع اقلبهم مع بعضيهم كده. بالنسبه لي الجيسو جاهز، بفضيه بقى في اي علبه او برطمان صغير على اساس ان انا ارجع استخدمه في اي وقت تاني براحتي ما ينشفش مني. دلوقتي انا هجيب الفخاره بتاعتي وهبدا استخدم سفنجة عاديه وادق بالجيسو كده على الفخار. انا مش عايزه ادهن بالفرشه، شوفوا الفرشة لما جيت عملتها بس عشان في تنايات هنا. تمام، لا ما بيبقاش الشكل مظبوط، فانا عايزاها تبقى زي المحببة كده. هتسألوني ليه انتي دهنتي نص الفخارة بس، لان كنت بفكر ان انا اعمل على نص الفخارة بس الرسم، بس بعد كده ركيت في كلامي ودهنت بقيتها بالجيسو. ده منديل من مناديل الديكوباش او مناديل الحفلات عادي، المحاسب المتوفر عندك. المنديل بجيبه وببدأ ان انا ادهن الفخارة بعد ما نجيسه بيبقى نشف عليها تماما، بدهنها بالجرة. اهم حاجة يبقى مضاف عليه مية. هتشوفوا مني بقى طريقتين في الفيديو ديت وانا بلزق او بثبت المنديل. هنا المنديل انا ما بلتهوش نهائي، ليه؟ لان الفخاره فيها تنميات كتير، فانا مش هقدر اتحكم في المنديل لو المنديل مبلول مع التنميات والحاجات ديت. بصوا بقى يا جماعه، انا هنا اولا انا لابسه جلافز بلاستيك في ايدي علشان اتعامل مع المنديل بسهوله وانا بفرده ما يتقطعش مني. تاني حاجه برضو من التكات اللي انا بعملها ان انا بجيب كيس وبثبته على المنديل وابدا افرغ الهواء بالراحه واحده واحده. طبعا انا مصرحه الفيديو، لا هو المفروض ان انا بعملها بابطا من كده جدا علشان المنديل بتاعي ما يتقطعش ولا يبقى فيه فراغات ولا تنايات في قلب المنديل. والزيادات بشيلها بالصنفره، يعني الزيادات اللي انتوا هتشوفوها فوق ديت انا هجيب الصنفره وهبدا اشيلها كده واحده واحده لجوه. تمام، عشان طاش المنديل برضو لبرة اللي جوه. بس الالوان مع بعضيها، كل الالوان اللي موجودة في المنديل كان اللون البنيات والمستردة، فهبدأ دمج الالوان مع اللون الابيض، افتح واجمع في الالوان اللي معايا وادهنها كلها زي ما انتم شايفين كده. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وهكمل بقى دهان الفخارة كلها واسيبها تنشف تماما لغاية ما الالوان تنشف. طبعا الالوان الاكليريك بتنشف بسرعة. وبعد ما اخلصها هبدأ ادهنها، هتنقل الكوسترات وهعمل الكوسترات. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل الكوستر هنا ازاي. طبعا الكوسترات انا دهنتها بجيسو،
بس في خطوة قبل ما ادهنها بجيسو عملتها هتشوفوها بعد كده. ده المنديل، جيت اقطع المنديل. قطعت المنديل ازاي؟ اول حاجة ان انا ببل الطرف المنديل بالفرشة، فبيبقى سهل جدا ان هو يتقطع. بعد كده انا برش المنديل مية كويسة جدا، ببله قوي، وبيبقى معايا ايد في ايدي جوانت كلافز على اساس ان انا افرغ منه الهواء او اي فقاقية حصلت فيه او تنيت فيه بالراحة واحدة واحدة. اهم حاجة تبقى ايدي خفيفة جدا في الشغل عشان المنديل ما يتقطعش مني. شايفين ايدي انا بحسس بسيط جدا. ليه بلبس جلافز؟ علشان الايد بتبقى ممكن تشبط في المنديل، اما الجلافز لأ، مش هيشبط في المنديل بأي شكل من الأشكال، بالراحة برضو وبالفرشة. بعد كده بجيب برضو بنفس الطريقة الجرة وهبدأ أدهن الكوستر بتاعي بالجرة المخففة بمية. يا جماعة عشان ما يبقاش فيه تكتلات لازم الجرة تبقى مخففة بمية. بجيب أي كارت من الكروت وأبدأ أفرغ المنديل من الهواء زي ما انتوا شايفين كده لبرا. أهم حاجة لبرا عشان الجرة ما يدخلش يلزق في البلاستيك ويتنتش معايا وانا بشيل البلاستيك. زي ما انتوا شايفين كده انا بشيل براحة خالص، بفك الاطراف الاول وابدأ اشيل الكيس واحدة واحدة خالص. طيب دي الخطوة اللي انا قلت لكم عليها قبل ما بدهن جيسو. ده خشب ام دي اف طبعا ناعم جدا، لو دهنت عليه جيس على طول هيقوم لامم تاني ولا كأني دهنت. فانا بعمل ايه؟ ببدأ ان انا لازم اصنفر. انا متعمدة ان انا اعمل لكم الشكل دوت. شايفين جيسو بيتلم ازاي؟ شفتوا بقى فلتت ان انا لازم اصنفر الكوستر. شايفين جيسو تحت ايه دهوت؟ في الكوستر اللي تحت اتلم خالص ولا كأني حطيت طبق جيسو. فلازم اصنفر الطبقة دي، ما ينفعش اشتغل على طبقة ناعمة قوي كده، لازم اصنفرها شوية علشان تشيل معايا الجيسو والدهان ويثبت عليها الشغل. صنفرتها برضو بشكل كويس، وببدأ بعد كده ان انا اوزع عليها طبقة الجيسو. هنا يا جماعة بوريكو تاني كوستر انا عملته. شايفين البخاخة؟ انا بجرق المنديل على قد ما بقدر علشان المنديل لما بيتبل هيتكرمش، فانا بتفادى الكرمشة ديت على الكوستر نفسه. انا بحطه على بلاستيك، تمام، اي كيس بلاستيك عندك، وببدأ ان انا ابله وافضي او افرد المنديل وافضي الفراغات اللي حصلت في المنديل او الفقاعات اللي حصلت في المنديل لغاية ما بفرد المنديل تماما على البلاستيك دوت. وبعد كده ببدأ ان انا اثبته على الكوستر زي ما انا وريتكم في الكوستر اللي قبل كده. زي ما عملنا في الكوستر اللي فات هنعمل في الكوستر دوت. بسيبهم ينشفوا تماما، وبعد ما بينشفوا ببدأ اديهم طبقة حماية بالورنيش المائي. طبعا انا هعمل هنا برضو دمج الوان. في ناس ممكن تحط صورة المنديل كاملة فمش هتحتاج دمج الوان. انا في اطراف ظهر عندي فعملت لها دمج الوان زي ما انتوا شايفين كده، كملت الصورة كأنها طبيعية. بعد كده بديها طبقة حماية بالورنيش المائي، وبكده تكون الفكرة بتاعتنا اكتملت. اتمنى اي حد ينفذ اللي انا شرحته النهاردة او يشتغل على الفخار والخشب يبعت لي التطبيق ويعلق ويسيب لي كومنت تحت. ان شاء الله انزلها في الفيديو الجاي. شكرا لكم، ما تنسوش اللايك والشير. باي باي.